وفندم احنا لغايه يوم الجمعه اللي فاتت، هو مين على فكره متغيب من يوم الاثنين اللي فات، يعني من يوم الاثنين لغايه يوم السبت. احنا لقينا جثته يوم السبت حضرتك، ان هم في القسم اتصلوا بينا قالوا لنا ان مينا موجود تمام وتعالوا خدوه وكده اهوت، واحنا على تليفون مينا، يعني هم كلمونا من عن الخط بتاع مينا اللي هو كان موجود في تليفونه. فقالوا لنا فرحنا جدا ان احنا لقيناه، يعني وكنا رايحين نسلمه على اساس ان هو موجود وعايش وكده. يعني رحنا هناك حضرتك القسم بعد كده اخذنا للمنطقه اللي هي بتاعت زويل دي، محطه صرف صحي هناك، وقالوا لنا ان ابنكم توفى، ورحنا لقيناه جثه هامده وكده ومتغطي وكده، وتعرفنا عليه طبعا من خلال ملابسه. وطبعا كانت فاجعه لينا جامد جدا، كنا منهارين جدا ان احنا كنا رايحين نسلمه وفي الاخر لقيناه جثه هامده يعني. فطبعا مينا كان في الصرف الصحي بقاله حوالي 6 ايام يعني. انا ما اعرفش ان هم 6 ايام ولا قد ايه يعني، لان طبعا ايه انا لقيته ان هو رجليه زي ما هي، لقيت في شويه تهتك في ايديه كده اهوت، في عينيه مورمه شويه، في زي النزيف في مناخيره، ودم حاسس ان في دم احمر يعني. فطبعا انا ما بتهمش حد بعينه، انا عايز اعرف ابني حصل له ايه في الفتره ديت من يوم الاثنين لغايه يوم السبت، ايه اللي حصل له. انا ما بتهمش حد بعينه، انا عايز اطمن على ابني، ومش عايز اتحاسب على ان ابني مينا يعني قعد فتره كبيره كده هوت بالمنظر دوت، وفي الاخر يجي لي بالمنظر دوت. لو هو وقع في صرف الصحي خطا، انا ما عنديش مشكله، ربنا اعطى ربنا اخذ، فليكن اسم الرب مباركا زي عندنا في الانجيل بيقول كده. انما لو حصل على مينا اي اعتداء، اي حد خطفه، اي حد تحرش بيه، اي حد عمل في اي مكروه، انا عايز حق ابني. اظن دوت يعني احنا في دوله قانون، وانا مش ما اتهم اي، زي ما قلت حضرتك ما بتهمش حد بعينه. الناس كلها قابلتنا في القسم محترمين جدا، حضرتك مديريه الامن تعاملت معانا كويس، القسم تالت الناس اخذتنا ودخلنا الحبس جوه، وقعدنا ننده يمينة يمينة، الناس فتحت لنا كل حاجه يعني. التعامل مع النيابه كان ناس محترمه جدا جدا يعني، وكيل النيابه قال لي يا حبيبي اللي انت عايزه ابنك ابننا، والنائب العام نفسه موصي على ابنك بطريقه جامده، وخلص المحضر معاك الساعه 2:15 بالليل، هتصل بيه وهقول له حضرتك ان انا خلصت المحضر بتاع مينا. يعني انا شايف ان بلدنا زي الفل الحمد لله، انا بس عايز اعرف ايه اللي حصل لابني يعني. فهو ده اللي حصل يا فندم. مينا كان في بنزينه وطنيه، بيصفي في الشغل بتاعه وراجع، المفروض هو في الطريق يعني، هو في لسه في البنزينه هناك، قال لنا ان هو في البنزينه وراجع، ده كان اخر مكالمه بينه وبين والدي. ومن بعدها مش عارفين نلاقيه، اول ما سمعت ان هو تليفونه مقفول واتاخر، فقلت انزل اطمن على اخويا. نزلت زي مجنون في الشوارع ادور عليه، مش موجود. نزلت وصلت لحد هناك، قعدت ادور عليه في الجبل نفسه، مش موجود. قعدت ادور عليه في كل حته، مش موجود. قعدنا ندور في الكاميرات نفسها بتاعه المحلات اللي جنبه، لحد ما لقينا حاجه يعني شفنا بيها مينا، او ما شفته اللي هو كاني روح ردت فيا اخويا، لقيته في الكاميرا. قعدنا ندور في الكاميرات برضو اللي جنبها لحد ما شفنا اخر مكان كان فيه يعني، من ساعتها واحنا بندور عليه مش موجود خالص. لحد ما جانا تليفون ان تعالى اخوك يعني، لقينا تليفون عملنا محضر وبتغيب مينا، وقالوا لنا يعني ان هو هيدوروا عليه. جالنا تليفون، رحنا القسم وقالوا لنا هو خلال يومين هيكون موجود يعني، وباذن ربنا يعني ممكن خلال بكره كمان يكون عندكم. فهديت اخويا خلاص يعني، الحكومه قالت لي ان هو هيكون موجود، فسكت واستنيت يعني. تاني يوم نزلت برضه ادور عليه زي كل يوم كنت بعمله، وجالي تليفون من قرايبنا، كان خالي بالظبط، بيقول لي حد اتصل من تليفون مينا، مش عارف مين هو بصراحه يعني، هو اللي اتصل بيه يعني، وقال له التليفون لقيناه. فقلت هو كان التليفون كان الحاجه الواصله اللي هي كانت باذن ربنا هندور بيها على مينا يعني. فروحت هناك القسم قالوا لي استنى هو الظابط جاي، كلمته في التليفون قال لي انا جاي لك في الطريق. لقيت عربيه اتاري جايه، و الراجل اللي نزل منها الامين تقريبا
قال لي دخل الستات جوه وانا هتكلم معاكم. اول ما دخل الستات جوه دخلت طبطب على كتف والدي وقال له البقاء لله. انا ما استوعبتش الموقف، ما صدقتوش. رحنا بالعربيات لحد المكان اللي هو بيقولوا فيه ان هو لقوه. قبل اي حاجه انا كنت في الاسم سمعت ان هو بيقولوا لقوا طفل، جثه طفل صغير في صرف ساحي. قلت اكيد مش مينا، مش طفل صغير هو ده، ده شاب وفي طولي، انا طولي 170 سنتي او 170 سنتي، فلا شاب كبير، بس هو ملامحه تبان بريئه جدا وطفل صغير، يعني مش ملامح شاب كبير، لا يعني ملامحه ملامح ملائكيه جدا فعلا. اكيد كلكم شفتوه في الصور يعني. بس ف رحت هناك من الموقف اللي انا شفته ما تخيلش ان هو ممكن يكون اخويا. قلت لهم لا مش اخويا، مش ده اللي هيرجع لي بيه المنظر بتاع اخويا يعني. فلحد ما اتاكدت منه، وطبعا حصلت يعني كلام بيننا وبين الناس، بس يعني كان لحظات انفعال يعني اكيد. وصلنا وصل لحد مستشفى مركزي بتاع اكتوبر، واتحط هناك في المستشفى، وفضلت مع ضباط المباحث بندور في الكاميرات، مفيش اي حاجه. هنا في الشارع بنلف، ناس فعلا كانوا بيلفوا بضمير يا جماعه، ولا صراحه كانوا بيساعدونا يعني، ناس ما تاخروش فعلا يعني. زي ما احنا كنا بنسمع لا ممكن تكون الحكومه بتريح شويه، لا الحكومه ما بتريحش، الناس دي فعلا تعبت معانا فعلا بجد، يعني مش بقول كده وبريح ناس، لا فعلا الناس دي تعبت معانا جدا. فربنا يزل الحق ان شاء الله، وهم الناس مش ساكته. لكن شائعات ان مينا كانت بتتحرك ممكن اسمه وانكم هتخرجوا بعد ما ننزل، مش حقيقي؟ لا هم قالوا ان هو هي يعني هيكون معاكم، بس يعني هم بيدوروا. لا مفيش اي حاجه زي كده، مفيش اي. هل مينا كان ليه عداء مثلا مع حد من زمايله في الشغل في الكليه في الشارع، العيله عموما ليها عداء مع حد فقرر ان هو ينتقم بالطريقه دي؟ انا لو ليا عداء مع حد بملامح مينا عمره ما هيفكر حتى ينتقم منه. مينا لو بص له في عينه ممكن الراجل ده يكمل لي سلام داخلي، ممكن يسامحني اصلا. مش هقول لحضرتك اكتر من كده. بس ايه اظهار حق مينا، لو هو فعلا ممكن يكون اختلط وزنه وقع في بلاعه قولوا لي، لو حد وقعه قولوا لي. الصرف اللي انتوا لقيتوا فيه مينا ده، هل ده طريقه مثلا ان هو مروح بيعدي على الطريق ده واخدها ماشي مفيش مواصلات؟ في بلاعه شفناها ممكن تكون يكون وقع فيها، بس يعني لا مش عارف، ممكن يكون من مباحث، بس هي بتشوف الدنيا وربنا يدبر، بس مش عارف يعني. تتوقع ان هي كانت سرقه؟ بلاعه لا بلاعه كانت بعيده شويه، بس يعني مش عارفين يعني. هو مش عارفين سرقه فهم مثلا تعدوا عليه بالضرب؟ ما توقعش اي حاجه يا جماعه. مينا ما كان حتى الفلوس اللي كانت معاه مش كانت على قد، على قد 14 جنيه يعني، مش حتى الموبايل بتاعه مش حديث، مش ايفون مثلا، لا ده موبايل عادي جدا. طيب هو ازاي الموبايل اتصلوا بيه عليكم وهو واقع في ميه؟ لا شالوا الشريحه من